لو تسمح لي احنا عايزين نبدأ الأول بالجولة الإفريقية لأنها متزامنة جدا يعني مع أمريكا، وحتى بتبدأ قبل زيارته لأمريكا، زيارة الرئيس لأمريكا، وأيضا عند عودته أيضا بيستكمل الجولة الإفريقية. شايف إزاي هذه الجولة وأهميتها؟ وهي طبعا تتكون من 3 دول: غينيا، السنغال، وكوت ديفوار. تمام، يعني أعتقد أنها زيارة مهمة من الناحية الرمزية ومن ناحية أيضا المضمون. ربطها بزيارة الولايات المتحدة أعتقد بتعطي معنى رمزي قوي بأهمية هذه الدول. يعني شاهدنا في السنوات الأخيرة وخاصة هذا العام تزايد الاهتمام المصري بالقارة الإفريقية، وده تزامن طبعا مع رئاسة مصر لقمة الاتحاد الإفريقي. لكن الحقيقة يعني ما يجعل هذه الزيارة تختلف عن زيارات سابقة إنه كان اهتمامنا في الماضي يا إما بمنطقة حوض النيل أو بمنطقة شرق إفريقيا. اليوم يعني بننفتح على منطقة جغرافية جديدة وهي منطقة غرب إفريقيا، وكما شاهدنا اليوم في زيارة غينيا ربما يعني لم يزر رئيس مصري غينيا من سنة 65. ثم بعد ذلك هناك زيارة لكوت ديفوار وأيضا للسنغال. يعني علاقتنا بإفريقيا بيربطها التاريخ. يعني النهاردة الجانب الرمزي اللي بيتعلق بإزاحة الستار عن تمثال للرئيس جمال عبد الناصر في جامعة مسمى باسم الرئيس جمال عبد الناصر بيدل على التقدير التاريخي لدور مصر، ان مصر لعبت دور كبير جدا بالرغم بعد المسافة ما بين القاهرة وغرب افريقيا، لعبت دور كبير جدا في تحقيق أو مساعدة هذه الدول على تحقيق الاستقلال. أعتقد التركيز الآن في العلاقات مع هذه الدول هو على كيفية مساعدتها على التنمية، كيفية أن يكون هناك تعاون اقتصادي مشترك، كيفية التعاون مع في مواجهة الإرهاب. لكن إفريقيا سواء الشرق أو الغرب أو الجنوب هي الامتداد الجغرافي الطبيعي لمصر.